كنا تحدثنا عن المعارضة، أكبر ائتلاف معارض بقيادة برهان نيجا وحزب إزيما، هل سينجح بالفعل في تغيير ملامح المشهد السياسي في حال كان له دور أصلا في الحياة السياسية الإثيوبية؟ نعم، أنا بتقديري يعني هناك أحزاب أربعة كبرى متنافسة، على رأسهم حزب الازدهار كأكبر تنظيم سياسي، ثم يليه حزب الإزيما الذي يقوده الدكتور برهانو نجا. ودكتور برهانو نجا سياسي مخضرم، وقد فاز من قبل عندما في انتخابات 2005، عندما فاز وانتصر، أو الائتلاف كان يقود ائتلاف من المعارضة في انتخابات 2005، ففاز بالأغلبية لمدينة أديس أبابا. وعلم أديس أبابا هي من المدن التابعة للحكومة الفيدرالية، ليس تابعة لأي إقليم إثني، فبالتالي ولكن للأسف لم تسلم لهم السلطة. فالدكتور برهانو نجا سياسي مخضرم، والآن هذا الحزب أيضا سيكون له دور كبير ونصيب كبير من أصوات الناخبين الأثيوبيين، فأنا أعتقد ربما قد يكون الحزب الثاني، وإذا ما حصل مفاجآت، لكن هو أن يكون سيكون لهم مقاعد كثيرة في البرلمان بحكم له تجربة. وأيضا قام بهذا الحزب بمراجعات فكرية وسياسية، حتى في السابق كان يقود يعني عمل يعني حركة عسكرية لمواجهة لتغيير النظام. عندما تم انتخاب دكتور أبي أحمد بعد الإصلاحات الأخيرة، غير أنشأ حزب إزيما. فبالتالي وهناك حزب آخر أيضا، حزب يقوده الدكتور عبد القادر، وهو حزب الحرية والعدالة. هذا الحزب أيضا حزب جديد ويضم كل الإثنيات، وكان حزب أيضا آخر حزب الأم. فأنا أعتقد هذه الانتخابات ما يميزها أنها فيها تنافس بين أحزاب سياسية. هل هذه المنافسة حقيقية؟ على عجالة. نعم، هذه المنافسة حقيقية، لأن أثيوبيا لديها تراكم من العمل السياسي بدأ من 1991، والنتائج الانتخابات ستبين لنا ما مدى حقيقة وعمق الديمقراطية وعراقة الديمقراطية الأثيوبية. وخاصة كما قلت الآن هو التنافس من الانتقال الفيدرالية الإثنية إلى الفيدرالية، إلى النظام الفيدرالي الديمقراطي. ربما نتائج الانتخابات ستمهد الطريق التحول من الفيدرالية الإثنية إلى النظام الفيدرالي.